كل التحيات لكم متابعينا الاكارم اينما كنتم في ارجاء عالمنا الواسع والكبير. آفاق عالم ومنظور مختلف دائما لنا ولكم في حلقاته. نستطلع الجديد والمفيد دائما بما تجود به ابداعاتكم انتم وجهودكم التي تصل عبر منصات البرنامج، فلكم كل الود والتقدير. آفاق هذا الاسبوع يتضمن الحبيب العلامة عمر بن حفيظ يختتم رحلته الدعوية لدول شرق اسيا. والازهر الشريف يستضيف فعاليات الندوة العالمية. الاسلام والغرب تنوع وتكامل. من عالم الصحافة ارملة مغربية تحول منزلها إلى ملجا لمريضات السرطان في المغرب. وكذلك من عالم الاسرة سنتعرف على مفهوم نظام التسوق الاسري. اهلا بكم. اختتم الحبيب العلامه المربي عمر بن محمد بن حفيظ جولته ورحلته الدعويه المباركه الى دول شرق اسيا، سنغافوره وماليزيا واخيرا اندونيسيا. حيث قام بعده نشاطات دعويه من محاضرات ومجالس للذكر وحضور ملتقيات وسلسله من الترتيبات التي اعدت في سياق الزياره. وفي السياق الإعلامي لقناة الإرث نبوي الناطقة بلغة الملايو حظيت القناة بنقل هذه المجالس والدروس المباشرة للحبيب عمر بن حفيظ لكثير من الملايين والمتابعين لهذه القناة. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي. استمرارا للدور الريادي الدعوي الذي سلكه رجال حضرموت في القيام بوظيفة الدعوة إلى الله. غادر فضيله العلامه المربي الحبيب عمر بن محمد بن حفيظ عميد دار المصطفى للدراسات الاسلاميه البقاع الحضرميه متوجها نحو الجهات الاسيويه في رحله دعويه تشمل اندونيسيا وماليزيا وسنغافوره وقد استهل فضيله العلامه عمر بن حفيظ جولته الدعويه الى دوله ماليزيا التي تقع جنوب شرق اسيا بالقرب من خط الاستواء ويحدها اندونيسيا وتايلاند وسنغافوره وسلطنه بروناي وتحتوي على ثلاثه اقاليم اتحاديه وثلاثة عشر ولايه ويبلغ عدد سكانها ثلاثون مليون نسمه حيث كانت اولى المجالس التي حضرها الحبيب العلامه عمر بن محمد بن حفيظ مجلس قراءه السيره النبويه الشريفه بمسجد الولايات المتحده بالعاصمه الماليزيه كوالالمبورا والقاء محاضره بعنوان الاسلام دين الرحمه للعالمين ثم انطلق بعد ذلك الى الجامعه الاسلاميه الماليزيه لحضور جلسة نقاشية علمية مع عدد من الأكاديميين وطلاب وطالبات الجامعة وقد عبرت رئاسة الجامعة وكادرها التدريسي والطلابي شكرهم وامتنانهم لزيارة الحبيب عمر إليهم مثمنين تلك الزيارة وما تركته فيهم من انطباعات إيجابية وروحية فيضة كما حاضر بالمجلس الكبير في مسجد بوترا منطقة بوتراجية وإلقاء محاضرة أخرى بمسجد ولاية فرسكوتوان في العاصمة كوالالمبور حضرها جمع غفير من الماليزيون واختتم جدول زياراته وأنشطته الدعوية بدولة ماليزيا بمحاضرة في مسجد سلطان إسكندر في ولاية جوهر والتي بعنوان واعتصموا بحبل الله جميعا ثم غادر فضيلته إلى وجهته الثانية من رحلته الدعوية إلى جمهورية سنغافورة والتي كانت بداية محطات رحلته بحضور مجلس ذكر وتذكير بمسجد البعلوية ومحاضرة بعنوان خير الاخلاف في اتباع السلف واقام ايضا الحبيب العلامه عمر بن محمد بن حفيظ محاضره بمسجد سلطان بعنوان لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا وقد توجه بعد ذلك الحبيب العلامه المربي عمر بن محمد بن حفيظ الى جمهوريه اندونيسيا ليختتم فعاليات وانشطه رحلته الدعويه حيث كان في مقدمة مستقبليه بمطار جاكرتا رجل الخير والإحسان السيد محسن الحامد والدعية الإسلامي رئيس مجلس الشورى بمسجد رسول الله وعدد من الشخصيات الرسمية والعلماء والوجهاء والعيانة وقد استهل الحبيب عمر بن حفيظ نشاطه الدعوي بحضور مؤتمر الحوار الثقافي التي نظمته جمعية نهضة العلماء بجاكرتا وقد ألقى فضيلته كلمة بهذه المناسبة تحدث خلالها عن اهميه التعاون والتعاضد بين اهل الاديان لاصلاح المجتمع وحفظ الشعوب. وقد حضر المؤتمر جمله من علماء المسلمين ورجال الدوله وعددا من افراد الديانات السماويه وغير السماويه. بعد ذلك توجه فضيله العلامه الحبيب عمر بن حفيظ الى المركز الاسلامي بمدينه سامريندا بمحافظه كليمنتن الشرقيه، حيث القى كلمه في المركز، وقد حضرها جمع غفير، وقد اكتظ المركز والساحات العامه بالجموع الوافدة التي وفدت للمشاركة في حضور هذه الزيارة بعد ذلك توجه فضيلة العلامة الحبيب عمر لحضور أكبر تجمع ديني بإندونيسيا المشهور بمجلس رسول الله الذي أسسه الدعية الإسلامي منذر المساواة ورغم تعاظم الحضارة المدنية في جمهورية إندونيسيا إلا أن الملايين من أبناء الشعب الإندونيسي يحتشدون في ذلك ويتوافدون إليه زرافات ووحدانا معبرين عن ولائهم المطلق ومحبتهم الصادقة في رسول الله وإقامة مشاعر الحب والتعظيم له ولورثته من العلماء الذين يحضرون في ذلك المجمع ويتخلل ذلك الاحتفال قراءة السيرة النبوية وشيئا من الموشحات والمآخذ الدينة إضافة إلى إلقاء الكلمات والمواعظ الدينية والإرشادية وفي تلك الجولة الدعوية إلى جمهورية إندونيسيا زار فضيلته المكتب العام الرئيسي لشرطة اندونيسيا بالعاصمة جاكرتا وألقى فضيلته كلمة في تلك الزيارة تحدث فيها عن شرف الوظيفة والمهمة التي يضطلع بها أفراد الشرطة والأمن نحو بلدهم وشعبهم وتخللت تلك الجولة الدعوية افتتاح العديد من مظاهر العلم الشرعي والدعوية كما حضر فضيلته ملتقى العلماء الدولي الثاني عشر الذي يقيم في معهد الشفاء المحمودية في جاو الغربية وفي مدينة شربون حضر فضيلته مجلس رسول الله في معهد الصدق في جاوة الغربية كما حضر فضيلة العلامة الحبيب عمر بن حفيظة مظهرا من مظاهر الخير ومناسبة لعلم من علام حضر موت وهي حولية الإمام الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم بعلوي بمدينة جاكرتا التي تعد مناسبة جليلة تخلد ذكرى رجل وهب نفسه للعلم والدعوة حتى امتد شعاع نوره نحو الآفاق شرقا وغربا كما حضر الحبيب عمر جلسة علمية مع عدد من العلماء والأفاضل من دول مختلفة من بلدان العالم الإسلامية، ثم توجه نحو كاليمانتان الشرقية لإقامة عدد من المجالس الوعظية والإرشادية والدعوية. وقد عاد فضيلة العلامة الحبيب عمر بن حفيظ أدراجه نحو جاكرتا وحضر بها العديد من المجالس العلمية والمناسبات الدينية، أبرزها مجلس الحبيب العلامة. علي بن عبد الرحمن الحبشيه والتي اختتمت بها جولته الدعويه الى اندونيسيا يشار الى ان جمهوريه اندونيسيا تقع في شرق الجزيره العربيه ويبلغ سكانها نحو 238 مليون نسمه وتعد رابع اكبر دوله في العالم وقد دخلت جمهوريه اندونيسيا الى حاضنه الاسلام بفضل رجال حضرموت الذين سخروا امكانياتهم وجهودهم في سبيل نشر العلم بها بالفم والقلم والقدم بعيدا عن إساحة الفوضى والدم والدم واختتم الحبيب عمر بن حفيظ جولته الدعوية من اندونيسيا حيث أقام بها عددا من المجالس والأنشطة الدعوية التي نالت استحسان الجميع وحصلت لهم الفائدة والانتفاع منها لبرنامج أفاق عبد الحكيم بحريش زيارة سنوية يا معاذ يقوم بها الحبيب العلامة عمر بن محمد بن حفيظ لدول شرق آسيا بشكل سنوي تتضمن العديد من المجالس مثل ما شاهدنا في التقرير. نعم وايضا مثل ما شاهدنا حضور الملتقيات الكبيره التي يحضرها الكثير من الطلاب والدعاه والمهتمين والمحبين ايضا وتاتي ايضا من اهداف هذه الزياره ربما ان تكون للاتصال دائما بين طلاب وبين شيوخهم وايضا الاطلاع عن كثب عن المشكلات والقضايا التي تواجه المسلمين هناك. يستضيف مركز الازهر الدولي بمصر فعاليات الندوة العالمية التي تحمل عنوان الاسلام والغرب تنوع وتكامل. والتي ينظمها الازهر الشريف وكذلك مجلس حكماء المسلمين بمشاركة عدد من المفكرين والشخصيات العامة من اوروبا وكذلك من قارة اسيا، بالاضافة الى نخبة من القيادات الدينية والفكرية وكذلك الرسمية من عدة دول بالعالم. وتبحث الندوة على مدار ثلاثة أيام بمركز الأزهر الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر القضايا المعاصرة المتعلقة بالعلاقة بين الإسلام وأوروبا وتتضمن أيضا الندوة ثماني جلسات تتناول عدة محاور من أبرزها تطور العلاقات بين الإسلام والغرب والقومية والشعبية ومكانة الدين وكذلك أيضا الديمغرافية والإيدلوجيا والهجرة والمستقبل كما تستعرض هذه الندوه بعض تجارب التعايش الناجحه مثل مبادره بيت العائله المصريه وغيرها. احتفلت الطريقه العزميه بذكرى السيد عز الدين ماضي ابو العزائم وذلك بمسجده بمدينه ايتايا البارود بمحافظه البحيره بجمهوريه مصر العربيه. استهل الاحتفال بتلاوات عطره ثم انشاد القصائد المدائحيه النبويه، وبعد ذلك اعقبها كلمات الوعظ والارشاد لعدد من العلماء والمشايخ. وفي سياق متصل ايضا احتفلت الطرق الصوفيه بذكرى الشيخ احمد البدوي بسرادق بمدينه طنطا وخلال الاحتفال تناولت الكلمات التي القاها العلماء والمشايخ سيره الشيخ البدوي وحياته العلميه بالعلم والزهد والورع. ونشر السلوكيات الحميده وتعاليم الاسلام السمحه. اقيم في رحاب مجلس علماء الرباط المحمدي الملتقى العالمي الاول للتصوف بحضور عدد من ممثلي الدول والطرق والمراكز الصوفيه المعتمده من العديد من دول العالم. وثمنت الكلمات التي القيت في الملتقى جهود العلماء والمفكرين وما قدموه للامه من جهد وعطاء، وتم الاتفاق على التعاون وتبادل الافكار والقدرات خدمه لامتنا وللمجتمعات الانسانيه، لتحقيق السلام والوئام بين البشر. فاصل قصير ونتابع بعده. مؤسسه الرعايه الاعلاميه في استضافه برامجيه فريده من نوعها لفضيله المفكر الاسلامي الحبيب ابي بكر العدني بن علي المشهور. ومن نافذة الصحافة نتابع أيضا افتتاح مسجد يرجع تاريخه ل 800 عام بمصر. ابقوا معنا. أهلا بكم مجددا. يعكف فريق التصوير والإنتاج بمؤسسة الرعاية الإعلامية هذه الأيام بتصوير سلسلة حلقات برنامج حواري ممتع وشيق مع فضيلة المفكر الإسلامي الحبيب أبو بكر المشهور، ويحاوره الدكتور حسن الهادي. ولاول مرة يتحدث فضيلته في برنامج تلفزيوني عن محطات من سيرته وحياته الدعوية وربطها بالواقع الحالي المعاصر، وما يجري من أزمات وتغيرات متسارعة في حياة الإنسان بهذا العالم. ويعتبر هذا البرنامج يا معاذ محطة هامة في تاريخ إنتاج المؤسسة، ويعكف الفريق هذه الأيام بشكل دؤوب على تصوير البرنامج وفق مواصفات عالية من التقنيات الحديثة في عالم الميديا وتكنولوجيا الإعلام الجديد. مشاهدينا، هل جربتم يوماً الادخار بمبلغ من القطع النقدية ومن ثم شراء شيء باهظ الثمن؟ ربما معظم او غالبيه المشاهدين قد يجاوبون يا معاذ عليك بالتساؤل في بانهم في الحقيقه لم يدخروا هذا المبلغ من القطع النقديه. ولكن سنتعرف اعزائي على قصه هذا الرجل من الصين الذي اشترى سياره فارهه ويدفع ثمنها طنا من القطع النقديه في جوله الصحافه لهذا الاسبوع، نتابع سويا. شكرا لكما الزملاء الاعزاء عبد القادر ومعاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام في كل مكان وطيب الله أوقاتكم بكل خير أهلا ومرحبا بكم في لقائنا لهذا الأسبوع مع نافذة عالم الصحافة لنستعرض وإياكم في هذه الدقائق جانبا مما تنشره الصحف المختلفة وكما هي العادة مشاهدين الكرام نبدأ جولتنا وإياكم لهذه الحلقة مع أخبار الصحف والتي نبدأها بالتحديد من صحيفة الغد الأردنية وفيها يطالعنا هذا العنوان افتتاح مسجد يرجع تاريخه لثمانمائة عام بمصر حيث أشارت الصحيفة إلى افتتاح مسجد تطندي بمدينة شالي الواقع بواحة سيوة في الصحراء الغربية بجمهورية مصر العربية بعد الانتهاء من مشروع ترميمه والذي استمر حوالي العام ونصف العام حيث يعد هذا المسجد من أشهر وأقدم المساجد بالمنطقة ويرجع تاريخه لما يقارب الثمانمائه عام وهو مبني من المواد الطبيعيه التي يكثر وجودها بالمنطقه كالطين وجذوع النخل وغيرها وبينت الصحيفه ايضا ان المسجد قد تعرض لبعض الانهيارات مما استوجب ترميمه واعاده بناء المئذنه بشكلها الاصلي الجدير بالذكر اعزائي المشاهدين ان هذه المدينه مدينه شالي التاريخيه او ما تعرف بواحه الغروب هي واحده من اقدم المدن في واحه سيوه ومن المدن القليله في العالم المبنيه من الطين وتمثل تراثا معماريا وثقافيا وحضاريا فريدا من نوعه ويرجح المؤرخون ان يكون دخول الاسلام اليها قبل نهايه القرن الاول الهجري ونكمل معكم أعزائي المشاهدين الكرام جولتنا على أخبار الصحف لهذه الحلقة، ونقرأ من صحيفة طنجة 24 الإلكترونية أرملة مغربية تحول منزلها إلى ملجأ لمريضات السرطان في المغرب. وفي تفاصيل هذا الخبر مشاهدي الأحبة حولت أرملة مغربية تدعى خديجة عياد القرطي. والتي تبلغ من العمر 72 عاما منزلها المتواضع في العاصمة الرباط إلى ملجأ لمريضات السرطان بعد أن علمت باضطرار عدد كبير منهن لوقف العلاج بسبب كلفة الوصول للمدينة وصعوبة العثور على أماكن للإقامة فيها هذا وتوفر المرأة إقامة مجانية للمريضات وأسرهن بالإضافة إلى كافة الاحتياجات اليومية خلال فترة إقامتهن كوسائل النقل المجانيه من والى مركز الاورام في الرباط وكذلك الوجبات المجانيه وصرحت الارمله السبعينيه ان فكره الماوى داهمتها بعد وفاه زوجها بنفس المرض وانها لا تريد اجرا ولا شهره بل ان كل ما تريده هو توفير مكان مجاني للمريضات غير القادرات على دفع المبالغ الماليه الضخمه في المراكز الطبيه او المساكن الاخرى حتى الانتهاء من فتره علاجهن من الجرعات الكيماويه التي يحصلن عليها هذا وقد بلغ نجاح ملجئها وأهميته مشاهدين الكرام حدا جعل بعض أهل الخير يساهمون لمساعدتها على تحمل تكاليف إيجار البيت وتكاليف هذا العمل الخيري الفريد الذي تقوم به واستكمالا لجولتنا وإياكم مشاهدين ننتقل إلى الموقع الإلكتروني 24 الإخباري والذي نطالع فيه هذا الخبر الطريف صيني يشتري سيارة فارهة ويدفع ثمنها طنا من القطع النقدية وفي تفاصيل هذا الخبر أعزائي المشاهدين تسبب رجل صيني مؤخرا بتعطيل موظف إحدى وكالات السيارات لمدة عشر ساعات بعدما اصطحب شاحنة مليئة بالقطع النقدية المعدنية لشراء سيارة فارهة من نوع بي ام دبليو تبلغ قيمتها بالعملة المحلية 480 ألف يوان حيث ان رجل مشاهدين كان يعمل سائق حافله وقام بجمع النقود خلال سنواته الطويله في العمل من خلال الاحتفاظ في منزله بالقطع النقديه المعدنيه التي كان يحصل عليها من الركاب على امل شراء سياره احلامه وبعد سنوات طويله من العمل الدؤوب لتحقيق حلمه تمكن الرجل من جمع المبلغ وقرر شراء السياره واستعان بمجموعه من الاصدقاء لاحصاء وفرز القطع النقديه التي جمعها حيث استغرقت عمليه العد اربعه ايام قبل ان يتم تحميل المبلغ الضخم في صناديق ونقله الى وكاله السيارات باستخدام شاحنه صغيره وأضاف الموقع أنه وعلى الرغم من اشتراك أحد عشر موظفا في عملية العد واستخدام آلة عد النقود المعدنية فقد استغرقت العملية أكثر من عشر ساعات وبحسب وسائل الإعلام الصينية فإن وزن المئة وخمسين ألف قطعة معدنية أصل إلى أكثر من تسعمائة كيلوغرام وفق ما نقل موقع أوديتي سنترال الإلكتروني ونكمل جولتنا وإياكم مشاهدين لهذه الحلقة على عالم الصحافة وننتقل بكم إلى زاوية أقلام حيث يطالعنا الموقع الإلكتروني مصراوي بمقال عنوانه أنا ضد التنمر حملة قادتها اليونسف وجسدتها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم بقلم سماح محمد أشارت فيه الكاتبة إلى أنه انتشر في الآونة الأخيرة مسمى لظاهرة اجتماعية أطلق عليها التنمر المدرسي والتي دشنت بشأنها اليونيسف حملة موسعة لمواجهتها على مستوى العالم والتي تعتبر شكلا من أشكال العنف الموجه من شخص أو مجموعة من الأشخاص إلى شخص آخر يكون أضعف وذلك عن طريق الاعتداء البدني أو أساليب الإساءة والإكراه اللفظي والجسدي وأوضح المقال أنه من الناحية الأخلاقية الدينية فإنه معروف عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أنه كان خلقه القرآن كما قالت السيده عائشه رضي الله عنها وتجلى هذا المعنى في الحديث النبوي الشريف ليس المؤمن بالطعان ولا باللعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء ولا عجب اذا ما علمنا ان صحابيا جليلا جاء يطلب الوصيه من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له لا تسبن احدا قال الصحابي فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاتا وختم المقال بالتذكير بقول المولى عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم وكان الله سميعا عليما صدق الله العلي العظيم. واما ختام نافذتنا على عالم الصحافه كالعاده مشاهدينا فمع صوره الاسبوع وفيها نشاهد اعزائي سجاده تأسر الانظار بالوانها الزاهيه مكونه من الزهور. حيث قام محب الزهور في العاصمة البلجيكية بروكسل بفرش 500000 ألف زهرة على شكل سجادة بلغت مساحتها 1800 متر مربع في الميدان الرئيسي للمدينة في نسخة هذا العام من سجادة الزهور ذات الشهرة العالمية إلى هنا أحبة المشاهدين ننهي جولتنا لهذا الأسبوع على عالم الصحافة ختاما نشكر لكم كرم متابعتكم لنا وإلى لقاء آخر يجمعنا بكم في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى مع جولة جديدة وأخبار أخرى مختلفة من عالم الصحافة. شكرا لك أيمن. نذهب لفاصل آخر أعزائي وبعده سنتعرف على مهارة عامل يملا سبعين وعاء من الكاتشب في ثواني. لا تذهبوا بعيد. حياكم الله نظام التسوق الاسري او الانهيار اللا ارادي لاقتصاد الاسره عنوان شيق هذا الاسبوع يا معاذ في نافذه الاسره نتابع سويا حلقه جديده لعالمكم افاق وعالم الاسره تاخذنا فيها بعض النصائح والمعلومات الى توفير الكثير من ممتلكاتنا واموالنا فاهلا بكم جميعا الحصول على ملايين الدولارات إلى ما لا نهاية من المستحيلات وخصوصاً عند أولئك أصحاب الدخل المحدود والبسيط، لهذا كم نحن بحاجة إلى أن نوفر الكثير من أموالنا المحدودة، عزيزي المشاهد عندما تذهب السوبر ماركت لاحظ أن عربات التسوق كبيرة فوق المتصور، فتضع أشياء كثيرة فيها ولا يظهر ذلك لحجمها الكبير. وهذه من الأسباب التي تجعلك عزيزي المشاهد تشتري بدون حدود أو مقياس معين فتسبب لك العديد من السلبيات أبرزها الإسراف والتبذير، ثانيا انهيار الجانب المالي لديك وبالتالي فإن 14% من الأغراض التي نشتريها عزيزي المشاهد ترمى في النفايات للأسف من أجل أن نتخطى هذه السلبيات عندما نذهب إلى السوبر ماركت أو البقالة أو الأسواق أمامنا نقاط سننتبه لها. أول شيء لا تقتضي وتتسوق بدون لستة أي قائمة مشتريات وتعهد على نفسك أن لا تشتري شيئا غير هذه القائمة أيا كان. ثانيا نستغل العروض في المنتجات طويلة الأجل ونتأكد من تاريخ الصلاحية أخيراً لا تتسوق وأنت تشعر بالجوع أبداً 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 عزيزة المشاهدة تساعد سيدة المنزل في توفير احتياجات أسرتها من دون إسراف أو تقصير بما يلي واحد يجب إعداد لا يحاب متطلبات الأسرة الشهرية بدءاً من الأهم فالمهم ثانياً يستحسن شراء الطعام من دون إسراف وثالثاً يفيد التبضع من الاسواق الشعبيه حيث الاسعار مخفضه كشراء احتياجات المنزل وخصوصا المنظفات من اسواق الجمله رابعا عزيزي المشاهد عند شراء اللحوم يجب حساب احتياج كل فرد في الاسبوع ثم في الشهر وذلك تلافيا من الشراء بكميات كبيره ويفيد في هذا الاطار تقسيم اللحوم في اكياس عده بحيث يحتوي كل منها على ما يكفي أفراد الأسرة لطبخة خامسا من الضروري الاهتمام بطرق حفظ الأطعمة بأنواعها وذلك تجنبا لتلفها سادسا أعزائي المشاهدين تستخدم بقايا الطعام الجيدة في إعداد طبخات أخرى سابعا متابعون الكرام تتبع الطرق السهلة في تحضير المخللات بالمنزل وثامنا يستحسن كتابة لائحة بالمشتريات قبل الذهاب للتسوق مع الالتزام بها وعدم الوقوع في فخ شراء السلع غير الضروريه لمجرد وجود تخفيض او عرض عليها. بهذا نكون واياكم اعزائي المشاهدين وصلنا الى ختام فقره عالم الاسره من برنامجكم افاق، عوده لاكمال بقيه الفقرات. شكرا لك علي على كل هذه المعلومات المفيده في نظام التسوق الاسري. أظهر مقطع فيديو مهارة مذهلة لعامل مطعم استطاع ملء صينية مكونة من سبعين عبوة بالكاتشب في فترة قصيرة جدا من الوقت نعم واحتاج العامل إلى دقيقة واحدة لملء العبوات بشكل مثالي دون أن يسكب نقطة واحدة من خارجها وعلق على ذلك قائلا أنه يحب ما يفعله ويفتخر كثيرا بعمله نتابع وصلنا للختام اعزائي ولا ختام للابداع والتفاعل راسلونا عبر عناويننا الظاهره اسفل الشاشه نلتقيكم على خير السلام عليكم